ناصر الهاجري من حضر مع الشوط الرئيسي للزمول العمانيات بهذا الحضور المشرف مع هذا الشعار الكبير تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى وأرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية المميزة بمنافسات ولا أروع. انطلاقة الشوط الخامس لفئة الحيل ينطلق من مسافة 8 كيلومترات بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات المميزة. أرى شعارات كبيرة حاضرة في هذا التحدي والأجواء الجميلة والمنافسات المميزة على أرضية ميدان الشحانية. تمنياتنا لكل المشاركين بالتوفيق والنجاح في هذا العالم الساحر وبهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. نبدأ على بركة الله بعد المراكز الأولى ومع الصدارة ومع المقدمة بهذه الانطلاقة. أتابع حياهم بشعار الجنرال عبد الهادي بن خليل الشهواني باندفاعتي، حياهم على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني تتواجد بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الكبير. مرحبا بهذا الاسم الكبير، مرحبا بهذا الحضور، بهذه الطلة الزاهية مع هذا الاسم اللامع والاسم الكبير والجميل في هذا العالم الساحر، ألا وهي نجدين. رحبوا يا جماهير بحضور هذه البطلة، من صالت وجالت بأشواط السيوف وحققت سيف ونافست على السيوف الحاضرة والباقية في هذا الموسم، ونتمنى لها إنجازات كبيرة وسيوف عديدة في هذا الموسم الكبير. شعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وبمتابعة المقامر سعيد بن بطي الزعبي، كما أرحب بالجميع في هذا التحدي الكبير. المركز الثالث مشاهدين الكرام بلشه بشعار حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي، يتواجد مع بلشه بانطلاق كبير ولا أروع على المركز الثالث. المركز الرابع صايد الرموز حاضرا ومقدما بهذه الانطلاقة، العنود التي تحتل المركز الرابع بهذه الانطلاقة. العنود على المركز الرابع، منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين يتواجد باندفاعة وتحديات العنود، اسم كبير واسم حاضر دائما بالمنافسات الكبيرة، يتواجد على المركز الرابع. المركز الخامس شعار السيلية، شعار اللورد عملة تحضر في هذا الحضور بشعار عبد الله بن سعيد العيدة اللورد، يتواجد مع عملة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، للخمس المراكز الأولى بأول نداء أتممته على مسامعكم بالوفاء والتمام. شوط يحمل أسماء كبيرة، يحمل نجوم حاضرة في هذا التحدي الكبير. استمتعوا يا مشاهدين بهذه النوعيات المميزة التي تتنافس وتقدم هذا الأداء الكبير على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. الجنرال الأنيق البريدي صايد الرموز واللورد في مواجهة من أجل الناموس والتحديات الكبيرة. الكل منهما يمثل الدولة خارجا وداخلا في هذا العالم الساحر، يقدم كثير وكثير من الأسماء المميزة، يقدم ما لديه في سبيل الإنجاز، في سبيل النجاح في هذا العالم الساحر وبهذا الموروث الشعبي الكبير. ولكن أتابع حياهم على الصدارة بشعار عبد الهادي بن خليل الشهواني، وجنرال آخر يتابع هذا الشعار وهو سعيد بن راشد الزعبي من يتابع. حياهم على الصدارة وعلى المقدمة. بينما المركز الثاني هنا بلشة بشعار حمد بن جر الله بن علي بن حسين
البريدي شعار مبلش، شعار الأسماء الكبيرة، شعار روعة، وشعار قدم الكثير والكثير من الإنجازات. يتقدم البريدي حاضرا مع بلشع المركز الثاني، المركز الثالث، والله اللي مرحبا، المركز الثالث. هذه نجدين، هذه نجدين القادمة والحاضرة. بسم الله ما شاء الله على هذا الأداء الكبير، اذكر الله يا جماعة على هذا الجمال والدلال الذي تقدمه نجدين في هذا التحدي الكبير. شعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتواجد بحضور نجدين على المركز الثالث. المركز الرابع العنود تتقدم بهذا التحدي وتحضر بشعار صايد الرموز منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. بينما المركز الخامس، المركز الخامس هنا أتابع، أتابع عملة بشعار عبد الله بن سعيد العيد، يتواجد مع عملة صاحبة إنجازات وصاحبة رموز. تتواجد عملة على المركز الخامس بشعار اللورد عبد الله بن سعيد العيد، وبمتابعة العالمي حمد بن راشد بن رايا المري من يتابع عملة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الكرام للخمس المراكز الأولى، خمسة أسماء صالت وجالت في جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي، حاضرة بإنجازاتها، حاضرة بإبداعها المتواصل. تتقدم من أجل التحدي، من أجل أن تواصل هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات. من هما سوف يسطع نجمها في هذا الصباح المميز وفي هذا السباق المحلي الثامن ختام موسم الشحانية 2023-2024؟ ولكن حياهم، حياهم، ما زالت على الصدارة، ما زالت تنطلق مع المقدمة بشعار عبد الهادي بن خليل الشهواني. وتابع المركز الثاني القادمة بلشة حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي، يتواجد مع بلشة ويضغط من هذه اللحظات لكي يسحب بساط المركز الأول من حياهم. المركز الثالث نجدين، نجدين المسند تتقدم بهذا الأداء الكبير. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا نجدين الكبيرة والنجمة الساطعة على أرضية ميدان الشحانية. المركز الرابع هنالك العنود بشعار صايد الرموز منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، غادم غادم وانتظروه بشعاره الكبير بأشواط السيوف وأشواط الرموز، وطامعا للرموز فهو من سمي بصياد للرموز. المركز الخامس هنا اسم جديد بدأ ينضم في هذا التحدي الكبير، وهي ذهب، ذهب يا ذهب يا ذهب لسعيد بن محمد بن علي بن فضل الكعبي، يتواجد مع ذهب. وذهب هذا الشوط هو الناموس والإنجاز في هذا التحدي الكبير. ذهب بأول نداء تصل بشعار الكعبي على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، مستمعين الأفاضل، للخمس المراكز الأولى، الخمس النجوم والخمس العمالقة الحاضرين في هذا التحدي والمتواجدين بهذه المنافسة العملاقة. الكل يقدم ما لديه في سبيل النجاح والانتصار. حياهم بلشة، نجدين، العنود، ذهب وعملة، أسماء كبيرة، أسماء مميزة تحضر في هذا التحدي، تقدم هذه المنافسة، تقدم هذا الإبداع والإمتاع في أسماء متواصلة من أجل التحدي ومن أجل هذا الانتصار الغالي في مسار هذا الشوط. حياهم على الصدارة، ما زالت على البداية، ما زالت تتقدم، ما زالت تحافظ وتسيطر على زمام الأمور بشعار عبد الهادي بن خليل الشهواني على الصدارة وعلى المقدم بمتابعة سعيد بن راشد الزعبي من يتابع هذا الشعار ويقدم. حياهم على المركز الأول، بلشة على المركز الثاني، ما زالت تواصل مسيرة الضغط في هذا التحدي بشعار حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي يتواجد بمشاركته المميزة. المركز الثالث، هذه نجدين، هذه نجدين المسند تتواجد على المركز الثالث بشعار ناصر
ياسر بن عبد الله بن احمد المسند، الانيق سعيد بن مطي الزعبي، هنا المقامر يتابع هذه البطلة الكبيرة والنجمة الحاضرة في هذا الشوط. المركز الرابع العنود منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، والمركز الخامس هذه ذهب، هذه ذهب مع الكعبي تتواجد في هذا التحدي بشعاع سعيد بن محمد بن علي بن فضل الكعبي، يتواجدوا على المركز الخامس مع ذهب في هذا التحدي الكبير. هذه النتيجة مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء الكبيرة، للخمس النجوم الحاضرة في دائرة النداء والإذاعة والذي تتواجدوا في هذا التحدي الكبير. حياهم على الصدارة. بلشا بدأت تسير، بدأت تضغط ضغط تواصل، وانتزعت الصدارة بلشة مع انطلاقنا الى لوحة الكيلومتر الاخير. بلشة البريدي على الصدارة تنطلق، حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي يقدم هذا الاداء مع بلشة على المركز الاول. حياهم على المركز الثاني عبد الهادي بن خليل الشهواني الجنرال نجدين على المركز الثالث. يلا يا المغامر، يلا 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 ابدع في هذا التحدي. نجدين ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، الخيارين مع انطلاقه العنود، والكعبي مع ذهب، واللورد مع عمله، ولكن اعود مع الصداره، اعود مع المقدمه، اعود مع التحدي، اعود مع الابداع المتواصل. بلشت البريدي وحياهم الشهواني على المركز الاول والثاني، ولكن بلشة على الصدارة بشعار حمد بن علي بن حمد بن جرلة بن علي حسين آل بريدي، ما زال مع القيادة والريادة. حياهم على المركز الثاني عبد الهادي بن خليل الشهواني. بلشة وحياهم، بلشة وحياهم، بلشة على الصدارة. حياهم تريد أن تسحب بساط المقدمة، عادت 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 حياهم واستعادت المقدمة واستعادت الصدارة بشعار الجنرال عبد الهادي بن خليل الشهواني مع حياهم. بلشة بريدي على المركز الثاني اللحظات الأخيرة. حياهم حياهم حياهم، تنتزع الناموس وتحقق هذا الإنجاز. تهانينا وألف مبروك للجنرال عبد الهادي بن خليل الشواني على فوز حياهم وانتزاعها للناموس. المركز الثاني بلشة حمد بن جرال البريدي، المركز الثالث نجدين ناصر بن عبد الله المسند، والمركز الرابع العنود منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، والمركز الخامس ذهب لسعيد بن محمد بن علي بن فضل الكعبي. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل المنافسات وتحديات هذا الشوط كما تتابعون هذه المنافسات والتحديات الكبيرة. حياهم 12 دقيقة 54 ثانية 82 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن خليل الشهواني على فوز حياهم في المركز الأول. المركز الثاني بلشة 12 دقيقة 56 ثانية 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن جرالة بن علي بحسين البريدي على فوز بلشة في المركز الثاني. المركز الثالث يا مرحبا بنجدين 13 دقيقة بدون ثواني 71 جزءا من الثانية. تهاني والناموس للأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. تهاني والناموس لجميع الفائزين. شوطنا السادس بس